صباح الورد عليكم، اخباركم ايه؟ وحشتوني وحشتني الفضفضه معاكم. جايه النهارده ارغي معاكم شويه. في مقال قريته بيتكلم عن الست القويه وايه صفاتها وايه الخصائص اللي بتملكها، وقست الاختبار على نفسي او الكلام على نفسي، فلقيت ان انا بنسبة 90% ست قوية. 10 اللي ضايعة دي طيبة شوية او هبل زي ما ممكن الناس تقول، يعني ممكن اكون متسامحة شوية. هقرأ لكم المقال نقطة نقطة ونشرحها بالتفصيل. ممكن الفيديو ما ياخدش المقال كله لان انا عايزة فيديو قصير، فممكن اقوله لكم على كذا مرة. اول حاجة بيقول: اخطاء لا تتسامح معهم المرأة القوية. اول حاجة الاعذار. المرأة القوية تستطيع منحك فرصة أو اثنين لتبرير أخطائك وتغفرها، لكن إياك أن تأخذ غفرانها أمرا مسلم به، فهي سترحل عنك بكل برود إذا ما رأت أخطاء كثيرة ومبررات أكثر من اللازم. أنا في الموضوع ده، بس مش برحل بقى لو حد له عندي أهمية، بسامح مرة واثنين وثلاثة، لكن بيجي عليا وقت وبتجيلي شبه برود من الشخص ده، ما بيبقاش ذو أهمية بالنسبة لي، وبيبقى كأنه حد عادي جدا، زميل في الشغل، قريب من بعيد. دي 10% اللي ناقصة من الخطأ الأول. الخطأ التاني قلة الاحترام. الست القوية عندها تقدير لذاتها بما فيه الكفاية. فلا أقرأ لكم الأول وبعدين أقول: إن ما يجعل المرأة القوية هو احترامها وتقديرها لذاتها. لذلك إذا عملتها بدونية أو أظهرت أي نوع من عدم الاحترام، لا تظن أنها ستغفر لك ذلك، فهي لديها من احترام لذاتها ما يكفي أن ترحل بهدوء دون الالتفات لك. أظن الكلام مفسر نفسه. الست القوية قادرة إن هي تعيش حياتها بطريقتها وبأسلوبها، وبتحترم نفسها جدا، فمش هتستنى إن حد يجي يقلل من احترامها لذاتها. الست القوية عندها من الاستقلال العقلي والمادي والنفسي ما يكفيها ان هي ما تبقاش مستنية منك ده، عندها اكتفاء ذاتي بمعنى اخر. برضو انا فيا دي، الحمد لله عندي الاستقلال المالي، عندي احترامي لذاتي، ودي نقط بتخليني مش مستنية حاجة من حد الحمد لله. مش بستنى غير من ربنا بس، وربنا قادر ان هو يحقق لي كل اللي انا عاوزاه. فدي النقطة دي انا اخد فيها 90%، هو 100%، بس انا مش عايزة ابقى طماعة يعني واقيم نفسي زيادة عن اللزوم، فخليها 90%. تالت نقطة هي السيطرة. إن المرأة القوية هي امرأة مستقلة، لا تقبل ولا ترضى لنفسها بالخضوع إلى الأمور، لأنها تعتبر نفسها كيان كامل راشد قادر على التمييز بين الصواب والخطأ. لذلك فإن محاولة ترويضها والسيطرة عليها أمر مستحيل. وللأسف في هذه النقطة أنا باخد 200%. أنا مش بقول إن أنا امرأة قوية بالكامل،
بس الحياة والظروف اللي ممكن مرت بحياتي خلتني الست دي، لكن أنا بطبيعتي أو على حسب ما تربيت أنا كنت كائن مسالم جدا، مستمع جيد، كنت طيبة، كنت بغفر، كنت بسامح. بس في حاجات بتمر في حياة الواحد بتغير من كيانه ومن شخصيته. لسه في نقط كتير بس أنا مش عايزة أخد من وقتكم كتير، فممكن أنزلها في فيديو تاني لو حابين إن أنا أزود كلام في الموضوع ده. هنزل لكم الفيديو ده وهشوف آراءكم وتقييماتكم والتلات نقط اللي اتكلمت فيهم، عايزاكم تقيموا نفسكم فيهم وتقولوا لي انتوا ناجحين في انكم تكونوا ستات اقوياء بنسبة كام في المية. اتمنى انكم تكونوا كلكم اقوياء، واتمنى انكم ما تضعفوش وما ترضخوش قدام اي ضغوط او اي اهانة او اي مذلة. ربنا كرمنا، والله ربنا كرمنا، فما تضعفوش قدام اي حد يهينكو او يقلل من قيمتكو. انا كنت عايزة ما اتكلمش في حاجات من دي لان في ناس كتير قالت لي ان انا بحاول ان انا اكره الستات في ازواجها او ان انا بناصر المرأة على الراجل او اني عاملة زي رضوى الشربيني، بس انا مش كده والله. في رجالة طيبة ما قلتش لا، وانا مع الراجل برضو، بس مع الراجل الحنين، مع الراجل اللي بيقدر الست، مع الراجل اللي بيكرم الست، مع الراجل اللي بيعامل الست بالأصول وبالدين. مش عايزاكي تقلبي على جوزك ولا خطيبك ولا حبيبك، بس عايزاكي تكوني قوية، لأن الراجل للأسف ما بيحبش الست الضعيفة. وما تفتكروش إن قوة الست في ضعفها زي ما كانوا بيقولوا لنا زمان، لا، قوة الست في قوتها، والراجل بيحب قوتها وبيستمد قوته من قوتها، بس المهم انه ما يكسرهاش. صباحكو ورد، صباحكو فل، نهاركو وايامكو كلها سعادة. مستنية ارائكم. باي باي.